ازيكم يا حبيب قلبي، وحشتوني جدا جدا. النهارده بقى هنعمل مع بعض شويه ترمس على اصوله، احسن من بره بكتير وانضف والطعم حكايه، ومش هيحتاج منا حاجات كتير جدا ولا تفاصيل كتير. الموضوع سهل جدا وهشرح لكم باختصار شديد، وكمان الترمس كل الناس بتحبه ما بتختلفش عليه. يلا بينا اقول لكم هنعمل ايه، وشويه الترمس الحلوين اللي معانا دول هنعملهم ازاي بكل تركاتنا وتفاصيلنا. احنا عايزين 1/2 كيلو من الترمس، ده ترمس سريع تمام، ما بياخدش وقت في العمايل، مش زي الترمس المر البلدي ده لازم يتنقع كذا مره عشان ينزل كل المراره اللي فيه. ده ترمس سريع حلو، ما بيبقاش مر، بس انا حبيت انقعه فنقعته ليله كامله، لان الترمس الحلو بيجي الحبايه بتاعته مكرمشه شويه كده وصغيره، لما بتحطيه في ميه وقت طويل شويه يعني على الاقل ليله كامله مش اكتر من كده، الحبايه بتبتدي تكبر معاكي وبيبقى ما بتاخدش معاكي وقت طويل في التسويه على النار، وبتبقى احسن وافضل. فالترمس معايا ده انا نقعته ليله كامله، وعايزه بعد ما يتنقع ليله كامله تغسليه كويس جدا جدا وتصفيه، وبعد كده تجيبي تحطيه في حله فيها ميه مغليه، مش هياخد منك سوى على النار نص ساعه، نص ساعه بالظبط، وهتطفي على الترمس بتاعك اللي حطيتيه في ميه مغليه هيكون استوى بالفعل. وانا كمان هنا سبته حوالي ساعه ونص على بعد ما طفيت النار كده في قلب الحله، سبته في الميه السخنه دي ساعه ونص يكمل سواه اكتر واكتر تمام. يعني اذا هو هياخد معاكي نص ساعه تسويه وهتطفي عليه وتسيبيه ساعه ونص، بعد كده هتروحي غسلاه كويس جدا وشطفاه برضو من الميه المغليه اللي كان فيها وهتصفيه. وهنبتدي بقى نعمل معاه الدقه او التحويجه بتاعه الترمس اللي بتخلي طعمها حلو. في ناس كتير قوي بتعمل حاجات كتير، بتضيف حاجات كتير قوي في قلب الميه، في ناس بتضيف بابريكا ونكهات تانية في قلب المية. بصراحة انا بحب او بفضل الترمس الطبيعي اللي احنا عارفينه اللي بيجي من بره ده، اللي طعمه طبيعي ما فيش فيه اي اضافات كتير عشان احس بطعم الترمس وانا باكله. فانا هحط المية بتاعتي، هحط فيها ملح حسب طبعا الرغبة بتاعتك، زي ما انت ما بتحبي الملح بتاعك في الترمس بيكون حادق قوي او وسط او خفيف، هتملحي المية بتاعتك، وبعد كده هضيف عليه ربع معلقة صغيرة كمون، بتديله نكهة حلوة جدا وطعم حلو قوي. ما بضيفش في المية دي ليمون، انا الليمون بضيفه مع التقديم، كل واحد بطبقه كده، يبقى عايز يحط شوية شطة لو حراق، مش عايز براحته يضيف عليه الليمون، بيبقى افضل واحسن عشان المية الليمون الكتير في قلب المية بيمرره مع المدى لو سبتيه في المية كذا يوم. فانا هنا حطيت بس ملح، ربع معلقه صغيره كمون، وقلبت الميه بتاعتي دي كويس جدا، وحطيت فيها الترمس بتاعي وسيبيه بقى منقوع ياخد الطعم بتاع الكمون والملح، وهيبقى طعمه تحفه تحفه. طبعا انا برضو سبته كده حوالي نص يوم منقوع في المحلول ده، شرب بصراحه كان طعمه حلو جدا، وغرفته طبعا في طبق التقديم، وزي ما قلت لكم حطيت الليمون على الطبق للي حابب يحط ليمون في وقتها بيبقى افضل واحسن. بجد يا بنات طعمه كان طلع تحفه، وزي ما قلت لكم الميه حابه تضيف فيها الشطه البابريكا اي حاجه انت حباه مفيش اي مشكله، دي حريه شخصيه ليكي، بس انا بفضله زي ما قلت لك طبيعي بيور، زي ما قلت لك بالظبط انا عملت ايه في الفيديو، كاني بالظبط جايباه من بره. ناهيكم طبعا عن النظافه وعارفه انت عاملاه ازاي، فاكيد اكيد بجد في البيت افضل واحسن. وطبعا الترمس لا غنى عنه وكل الناس بتحبه، وهو اصلا مفيد جدا، والترمس ده كمان سريع وحلو، فمش بياخد منك وقت ولا نقع كتير ولا مواويل، لا تفاصيله بجد بسيطه وسهله وطعمه بيطلع تحفه. ما تنسوش تجربوه وتقولي طلع من ايديكم عامل ازاي، واكيد من ايديكم احلى واحلى بكتير. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. بحبكم جدا جدا وهتوحشوني، باي باي.